هنا سؤال يقول السائل: أريد أن أعتمر بعد شهر ولدي خادمة غير مسلمة، هل يجوز أن أسكن خارج حدود الحرم؟ ما في بأس أخي ياسر، إذا سكن خارج حدود الحرم لا بأس. مع الخادمة؟ مع الخادمة نعم، الذي ينهى عنها أن يدخل غير المسلم إيش؟ حدود الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا كان سيسكن مثلا في الشرائع، مثلا يسكن في التنعيم خارج الحرم، فلا بأس الحقيقة. أي نعم. فلا بأس. الحمد لله.